السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض شرح درس جديد من مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، وهناخد درس من دروس النصوص وهو درس صناعة الآراء للكاتب توفيق الحكيم. هنبتدي الدرس بتاعنا إن شاء الله بلمحة أدبية. يعني إيه لمحة أدبية؟ ده يعني بيعرفني النص بتاعي ينتمي لأي فن من فنون الكتابة. بيقول هنا ينتمي هذا النص إلى فن المقال، يعني النص اللي احنا هناخده ده عبارة عن مقال. طب إيه هو المقال؟ المقال قالب نثري يعرض فيه موضوع ما عرضا منطقيا مترابطا يوضح فكرة الكاتب ثم ينقلها إلى القارئ بصورة مؤثرة. يعني المقال ده عبارة عن قالب نثري. يعني إيه قالب نثري؟ يعني كتابة نثرية لا تلتزم الوزن والقافية، يعني ما فيهوش وزن وقافية زي ما كنا بناخد الشعر. الهدف من المقال إيه؟ الهدف من المقال إن أنا بعرض موضوع معين عرض منطقي بأفكار واضحة ومترابطة. أهمية الأفكار دي إن أنا أوصل مبدأ أو أوصل حاجة معينة أو رسالة معينة أنا عايز أوصلها للقارئ إن هو ياخدها ويستفيد بيها في حياته. طيب هنتكلم شوية عن نشأة المقال. بيقول هنا ارتبطت نشأة المقال في العصر الحديث بالصحافة، وقد عرف المقال قبل اختراع الطباعة بقرون طويلة، وقد كان عند بعض الأدباء قالبا فنيا منذ عصر اليونان، وأثرت الصحافة في تطوره والوصول به إلى درجة الدقة والتركيز وحسن العرض مع سلامة اللغة وسلاسة الصياغة، وقد تعددت مجالاته بين دينية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، كما تعددت وسائل نشره في المجلات والصحف، وتنوع أسلوبه بين العلمي والأدبي والعلمي المتقدم. هنا بيقول لك إن نشأة المقال ارتبطت في العصر الحديث بالصحافة، ولكن المقال فن قديم معروف من أيام عصور اليونان، يعني فن قديم جدا. تمام؟ طيب الصحافة أثرت فيه إزاي في العصر الحديث؟ أثرت الصحافة في تطوره، وصلت بيه لدرجة كبيرة من التركيز وحسن العرض وسلامة اللغة وسلاسة الصياغة. والمقال لما باجي اشوف مجالاته هتلاقي عندك مقال ممكن يكون مقال ديني او مقال اجتماعي او مقال سياسي، في مجالات كتير جدا ممكن يتكتب فيها المقال، والمقال بتنشر في المجلات او الصحف. تمام؟ دي كده نبذة عن نشأة المقال. بنكمل وبنقول قد استجاب المقال لظروف العصر السائد في المجتمع، فكثرت المقالات السياسية مع الصراع السياسي، وتكثر المقالات الاجتماعية مع الحاجة الى الاصلاح الاجتماعي، وقد ازدهر فيه المقال فلا تخلو الصحف من مقالات تعرض لمشكلات المجتمع تقدم علاجا لها وتعبر عن آمال المجتمع وآلامه. يعني ايه الحتة دي؟ معناها ان المقال بيتكتب حسب الظروف اللي المجتمع بيمر بيها. ازاي؟ يعني انا لو عندي فترة فيها صراعات سياسية هتلاقي المجلات والصحف بتنزل كل المقالات اللي موجودة فيها بتتكلم عن السياسة وبتوعي الناس عن السياسة. لو أنا عندي فترة فيها مشاكل اجتماعية في المجتمع، عندي مثلا مشكلة زي مشكلة السرقة، عندي مشكلة زي مشكلة الجهل، عندي مشكلة زي مشكلة الزحمة، عندي مشكلة زي مشكلة أزمة المواصلات، أزمة رغيف العيش، كل دي أزمات اجتماعية، بيبتدي المقال يتكلم عنها في الصحف. تمام؟ فدي معناها إن المقال بيستجيب لظروف العصر السائد فيه، يعني هو بيعبر عن الظروف الموجودة في المجتمع في الفترة اللي بتكتب فيها. تمام؟ طيب بعد كده بيقول أنواع المقال. إيه هي أنواع المقال؟ عندي نوعين للمقال، بقسمه من حيث الشكل ومن حيث المضمون. نبتدي نشوف مقارنة بين النوعين. من حيث الشكل عندي المقال القصير والمقال الطويل. المقال القصير يتناول فكرة واحدة تعرض بطريقة مركزة وشائقة وبأسلوب واضح وعبارات سهلة، ويوضع له عنوان مثل فكرة لمصطفى أمين، وصندوق الدنيا لأحمد بهجت، ومواقف لأنيس منصور، ومجرد رأي لصلاح منتصر. ويعرض هذا المقال جوانب اجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية، ويسمى هذا اللون من المقال العمود الصحفي أو الخاطرة. ده المقال القصير. المقال الطويل يتراوح هذا المقال بين صفحتين وعشر صفحات، ويعرض الفكرة عرضا شائقا بلغة سهلة واضحة، ويعتمد على الإقناع والإمتاع من كتابه طه حسين والمزني وأحمد أمين وغيرهم. يبقى المقال من حيث الشكل بقسمه لاتنين، مقال قصير ومقال طويل. المقال القصير ده عبارة عن جزء صغير كده بتلاقيه في المجلة أو في الجورنان بيسموه عمود الصحفي أو الخاطرة، بيكون ليه عنوان معين، هو بيكون حتة صغيرة في الجورنان كده، عنوانه ممكن يكون فكرة أو صندوق الدنيا أو مواقف أو مجرد رأي، الكاتب هو اللي بيحدد العنوان. بتبقى فكرة صغيرة بعرضها بطريقة مركزة وبأسلوب سهل وعبارات شائقة.
تمام. مين الناس اللي كانت بتكتب المقال القصير؟ عندك مصطفى امين، احمد بهجت، انيس منصور، صلاح منتصر. ده المقال القصير، وده اللي يهمني تعرفه فيه. بالنسبه للمقال الطويل، هو مقال من اسمه طويل، فطوله بيتراوح بين صفحتين ل 10 صفحات، بيعرض الفكره عرض شائق بلغه سهله وواضحه. اهم حاجه مين اللي كان بيكتبه برضه؟ طه حسين والمزني واحمد امين. يهمني تعرف امثله الكتابه. يبقى انا كده من حيث الشكل بقسم المقال لمقال قصير ومقال طويل، تمام؟ عرفناها كده؟ طيب نكمل. هنبتدي دلوقتي نشوف من حيث المضمون. يختلف المقال بحسب طبيعة موضوعه وشخصية كاتبه وثقافته، ويتفاوت الكتاب من ناحية العمق والسطحية والفكر الخصب أو الأفق الضيق والميل إلى الإيجاز أو الإطناب وامتلاك المقدرة اللغوية. وقد يكون المقال تصويريا يرسم صورة لشخصية ما يبرز ما فيها من محاسن أو عيوب. ومن كتاب هذا المقال الشيخ عبد العزيز البشري، الذي كان يرسم صورا كلامية ونشرها في مجلة السياسة الأسبوعية، وتم تجميعها في كتاب بعنوان في المرآة. وهناك المقال النزالي، ويمثل المعارك الفكرية التي صارت بين العقاد والرفاعي، وكذلك مقالات طه حسين التي هاجم فيها أنصار القديمة المتجمدين. وهناك المقال الفلسفي، ومن أبرز كتابه الدكتور زكي نجيب محمود. أما من حيث الأسلوب، فهناك المقال الذي يكتب بأسلوب أدبي، يتألق الكاتب في اختيار عباراته وجمال أسلوبه ومزج الفكر بالإحساس واستخدام الخيال. ومن أبرز كتابه أحمد حسن الزيات، كما يتجلى في مقالاته الأسبوعية في مجلة الرسالة، والتي جمعها في كتابه وحي الرسالة بأجزائه الأربعة. وهناك المقال الذي يكتب بأسلوب علمي متأدب، يعتمد فيه الكاتب على إبراز الحقائق في صورة جذابة، ويتميز بالدقة والموضوعية في صياغة الجمل، كما في مقالات دكتور أحمد زكي. هنا من حيث المضمون بيقول لك ان المقال بيختلف بحسب شخصية وطبيعة الكاتب اللي بيكتب. في كاتب بيبقى فكره خصب، عنده افكار كتير جدا، وفي كاتب بيبقى افقه ضيق، عنده فكر على قده كده، مش عنده افكار كتير. في كاتب بيميل للايجاز، ما بيحبش يطول في المقال. في كاتب بيميل للاطناب، بيحب يطول في المقال. في كاتب بيبقى عنده مش بيعرف يجيب صور واستعارة مكنية وكناية والحاجات دي، مش بيعرف يجيبهم كتير. في كاتب عنده امتلاك للمهارة اللغوية، بيعرف يحطهم كتير جدا. وبنلاقي ان احنا عندنا من حيث المضمون المقال فيه منه كذا نوع. ممكن الاقي ان المقال حاجة اسمها المقال التصويري. المقال التصويري ده بيرسم صورة لشخصية ما، يعني بيجيب شخصية كده ويقعد يتكلم عنها، يبرز محاسنها وعيوبها، تمام؟ من كتاب المقال ده عندك الشيخ عبد العزيز البشري، ده كان بيكتب مقالات بتنزل في مجلة اسمها السياسة الأسبوعية، وتم تجميعها في كتاب بعنوان في المرآة. في مقال تاني مش التصويري، نوع تاني غير التصويري، اسمه المقال الفلسفي، ده بيكتبه الدكتور زكي نجيب محمود. عندك المقال بيتميز بالأسلوب الأدبي، ده بيستخدم، بتلاقي جمال الأسلوب وعنده كنايات كتير واستعارات مكنية، بتحس إن أنت بتقرأ قطعة فنية كده، تمام؟ من أهم كتابه أحمد حسن الزيات، جمع كتاباته في كتاب اسمه وحي الرسالة بأربع أجزاء. ليه أربع أجزاء؟ في مقال أسلوب علمي، الأسلوب العلمي ده بيعتمد فيه الكاتب على إبراز الحقائق، ده بيجيب حقائق، يعني مثلا بيشرح حقائق علمية عن أي ظاهرة من الظواهر اللي بتحصل حوالينا، وبيبتدي يفسرها تفسير موضوعي، تمام؟ من أهم كتابه الدكتور أحمد زكي. يبقى دي كانت مقارنة بين النوعين بتوع المقال من حيث الشكل ومن حيث المضمون. هنبتدي بعد كده نشوف خصائص المقال. من أبرز خصائص المقال، تتمثل فيه الوحدة المكتملة وترابط الأفكار. يعني لازم أكون أنا بقرأ المقال حاسس إن أنا بقرأ موضوع واحد، مش أقرأ السطر الأولاني أحس إن أنا في حتة والسطر التاني ألاقي موضوعه غير مرتبط بالسطر الأولاني. لأ، لازم الأول زي الآخر زي اللي في النص، كل المقال حتة واحدة وأفكار مترابطة. الإقناع عن طريق سلامة الفكرة ودقتها ووضوحها. لازم لما أخلص قراية المقال أكون استفدت حاجة، وصل لي فكرة، وصل لي معلومة فادتني واقتنعت بيها. العرض الشائق الذي يشد القارئ ويؤثر في نفسه. لازم يكون المقال مشوق، يخليني أقدر أكمله وأقراه كله للآخر، مش أمل من أوله وأسيبه وأمشي من غير ما أكمل قرايته. القصر بحيث لا يتجاوز بضع صفحات.
يعني لازم المقال ما يكونش طويل جدا عشان الواحد ما يزهقش منه. النثرية لا الشعرية، يغلب عليه التفكير وإن كان فيه خيال فهو لخدمة الفكرة. يعني المقال بيبقى هدفه زي ما قلت هو بيقنعني بفكرة، بيوصل لي معلومة معينة، بيوصل لي إفادة عايزني أستفيد بيها في حياتي. فأهم حاجة فيه يكون نثري، كلام مكتوب كده مش بيكون شعر، مش فيه وزن وقافية، لا هو أهم حاجة النثرية، وما بستخدمش فيه خيال كتير، مش هقعد كل شوية أجيب محسنات بديعية وخيالية وكده، لا أنا بستخدم كمية بسيطة من الحاجات دي بحيث أخدم الفكرة وبس. تمام؟ الذاتية، أي ذاتية الكاتب، حيث تلمح شخصية الأديب من خلال كلماته. يعني إيه الذاتية؟ الذاتية يعني شخصية الكاتب بتظهر وبتترجم من خلال أفكاره. يعني أنا لما أقرأ المقال وأشوف الأفكار يبقى الكاتب بيعبر عن أفكاره هو، مش بيعبر عن أفكار حد تاني في المقال ده، وعاوز يقنعني بالفكرة اللي هو مقتنع بيها. تنوع أسلوبه تبعا لطبيعة موضوعه وشخصية كاتبه، لازم يبقى فيه موضوعات متنوعة في المقال. وضوح الأسلوب وقوته وجماله بحيث تصل الفكرة للقارئ، لازم يبقى أسلوب واضح وكويس بحيث إن هو يشدني إن أنا أقراه، وبحيث إن هو يفهمني الحاجة اللي هو عاوز يفهمها لي. آخر حاجة تركيب قوي وألفاظ ملائمة وأساليب جميلة دون تكلف. يبقى دي كانت أبرز خصائص المقال. أثرت الصحافة عن طريق المال في اللغة العربية فدفعت بها إلى الوضوح والتركيز، وكان من كتاب المقال من رجال الأدب والفكر أحمد لطفي السيد، طه حسين، محمد حسين هيكل، والعقاد والمزني، ومصطفى صادق الرفاعي وغيرهم. بيقول لك إن الصحافة أثرت عن طريق المال في اللغة العربية، يعني إيه الحتة دي؟ معناها ان الصحافة بدأت تدي مال للناس اللي بتكتب، فهو مش هيدفع فلوس لأي حد، لا ده هيدفع فلوس للراجل اللي بيكتب كلام محترم، كلام كويس، كلام ليه هدف، حاجة الناس تحب تقراها وتستفيد منها. فعن طريق المال وعن طريق كده بدأ كل الناس تجتهد، وبدأ ان الكتاب يطلعوا احسن حاجة عندهم، فبالتالي أثرت الصحافة عن طريق المال في اللغة العربية ودفعت بها إلى الوضوح والتركيز. وبالنسبة لأحمد لطفي السيد والأمثلة الناس اللي ذكرناهم دول، دول أهم الكتاب اللي كانوا موجودين في الفترة دي. جمع الناس دي بين الثقافة العربية والثقافة الأجنبية، لأن مصر في الفترة اللي هم كانوا موجودين فيها الناس دي كانت تحت الاحتلال الإنجليزي وكانت منفتحة على الثقافة الأجنبية، فالناس دي جمعت بين الثقافة العربية والثقافة الأجنبية، فارتقوا بالمقال وحسنوا من المقال عن طريق كذا حاجة اشتغلوا عليها، عن طريق التحليل ودقة التعبير ووضوح الفكرة. يبقى انا لما اجي اقول لك ازاي اثر الكتاب زي احمد لطفي السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل، واجيب لك اي امثله اقول لك كيف اثروا هؤلاء في المقال، هتقول لي ان هم اثروا المقال، يعني اغنوا المقال. طب اغنوا المقال ازاي ولا ليه؟ لان هم جمعوا بين الثقافه العربيه الاصليه والثقافه الاجنبيه، وارتقوا بالمقال عن طريق التحليل ودقه التعبير ووضوح الفكره. خلصت الحته دي تمام؟ طيب آخر فقرة بتقول: وقد برع الكثير من الكتاب في كتابة المقال في الصحف، ولذلك كان للصحافة دور كبير في نهضة المقال، ومن هؤلاء العقاد في كتابه الفصول، والمزني في حصاد الهشيم، وطه حسين في كتاب حديث الأربعاء، ومصطفى صادق الرفاعي في كتابه وحي القلم، وأحمد أمين في كتابه فيض الخواطر، ومحمد منظور في كتابه نماذج بشرية وغيرهم. هنا بيديني أمثلة على الكتاب والكتب اللي أصدروها والصحف اللي كانوا بينشروا فيها وكده يعني، تمام؟ وإحنا هنبتدي ناخد مثال للمقال عشان نشوفه، وهو صناعة الآراء، مقال صناعة الآراء للكاتب توفيق الحكيم. هنبتدي بالتعريف بالكاتب. ولد توفيق الحكيم عام 1898 في الإسكندرية لأب كان يعمل في سلك القضاء وأم من تركيا، وقضى بدايات حياته في مديرية البحيرة حيث تلقى تعليمه في مدرسة دمنهور الابتدائية، ثم سافر إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الثانوية، ثم تخرج في كلية الحقوق وسافر إلى باريس لدراسة القانون، ثم انصرف عن دراسة القانون واتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي ودراسة المسرح الفرنسي، وحاول تصوير كفاح الشعب المصري في رواية عودة الروح. ويعد الحكيم رائد المسرح العربي والمصري، وله روايات كثيرة مترجمة مثل شهرزاد ويوميات نائب في الأرياف، وله كتب ساخرة مثل حمار الحكيم، عصا الحكيم، ومنه هذا النص اللي احنا ناخده. وتوفي
توفيق الحكيم بالقاهرة عام 1987. هنا بيديني شوية معلومات عن الكاتب انت عارفها كثقافة عامة ليك، اتولد امتى وعمل ايه في حياته وتوفى امتى واهم اعماله اللي كانت موجودة. تمام، الكلام سهل ما فيهوش شرح. هنبتدي نشوف النص بتاعنا وهو صناعة الآراء. النص قبل ما نبدأ نقراه مع بعض هو عبارة عن ان الكاتب توفيق الحكيم تخيل حوار بينه وبين العصاية بتاعته، واحنا هنشوف نص الحوار اللي دار بينهم ده. قالت العصا: ما رسالة الأديب والفنان في نظرك؟ أليست هي في توجيه الرأي العام؟ قلت: أعتقد أن أسمى رسالة للأديب والمفكر والفنان ليست في توجيه الرأي العام، بل في خلق الرأي العام، فإن التوجيه معناه الدفع والفرض والسيطرة بفكرة أو معنى أو مرمى على نفوسهم، وفي هذا انتصار بلا شك لفكرة المفكر أو لرأي الأديب أو مرمى الفنان، ولكن هذا الانتصار الشخصي هو في ذات الوقت خذلان لآراء عدد كبير من الناس، وفناء لشخصية طوائف عديدة من البشر. مثل هذا الانتصار على آراء الناس وقلوبهم مفهوم من رجل السياسة، ولكن الأديب أو المفكر أو الفنان رجل تكوين وخلق وتربية، لا رجل سيطرة وانتصار، فهو لا يجب أن يلبسك رأيه، بل يجب أن يخلق فيك رأيك. قالت العصا: إنك تفترض أن الناس جميعا قابلون أن يكونوا أحرارا، وتنسى أن أغلب البشر لا يستطيعون ولا يريدون أن يكون لهم رأي، إنهم يستسهلون أن يرتدوا الآراء التي تصنع لهم. قلت: نعم، هنا المشكلة، وإنها لا تتفاقم، لأنه باتساع نطاق الحضارة أصبح من الضروري للناس أن يتخذوا لهم آراء كما يتخذون لهم سيارات وأردية وأجهزة للإذاعة، وإن الكسل والسرعة والسهولة تدعوهم إلى طلب هذه الآراء المصنوعة عند من يحسن تقديمها إليهم في صناديق مجهزة مبسطة. قالت العصا: لعلنا اقتربنا من الحقيقة، وهي أن عمل الأديب أو الفنان أو المفكر هو خلق أولئك الذين يصنعون الآراء للجماهير.